حفل توزيع جوائز الأوسكار هذا العام كان بريطانياً بامتياز. فيلم خطاب الملك حصد 4 جوائز من بين 12 جائزة كان قد ترشح لها، أفضل إخراج وأفضل نص وأفضل ممثل وأفضل فيلم، وهي الجائزة الأهم التي يختتم بها الحفل. يدور الفيلم حول قصة الملك جورج السادس ومحاولاته التغلب على مشكلة التلعثم، ويجسد دور الملك الممثل كولين فيرث الذي فاز بجائزة أوسكار المرة الثانية على التوالي. ومن أهم الأفلام المنافسة كان فيلم The Social Network الذي يتحدث عن موقع فيسبوك، وفيلم البجعة السوداء. ناتالي بورتمان، بلاك سوان. الفيلم الأخير لم يحصد إلا جائزة واحدة، هي جائزة أفضل ممثلة بدور رئيسي، وكانت من نصيب ناتالي بورتمان التي أدت دور راقصة باليه، وهذه المرة الثانية التي تفوز فيها بجائزة أوسكار. كريستيان بيل، The Fighter. وحصل كريستيان بيل الممثل البريطاني على جائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم المقاتل، وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها بجائزة الأوسكار. وقد فقد بيل 13 كيلوغراما من وزنه كي يجسد دور بطل ملاكمة أدمن المخدرات. كما فازت ميليسا ليو بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم المقاتل أيضا. وحصل الفيلم الدنماركي في عالم أفضل على جائزة أفضل فيلم أجنبي. علا مكي، BBC.